في تعصب، واللي بيخلق التعصب هو نفس الإعلامي اللي قبل كده تحدث عن فكرة إن في الكرة العالمية ما بنشوفش مديرين الكرة أو المدربين بيصرحوا تصريحات تثير التعصب. هنطلع نشوف الفيديو ده للزميل هاني حتحوت، وهيكون عندنا تعقيب مهم جدا. نشوف الفيديو. في صفقة غرابتها في إن هي غير مكتملة رغم اتفاق مبدئي ما بين الناديين. امبارح اتكلمت معاكم على باهر المحمدي. باهر المحمدي الإسماعيلي عنده أزمة مالية، وحل من ضمن حلول الإسماعيلي لأزماته المالية على مستوى المستحقات أو على مستوى الاستمرارية هو أنه يبيع نجومه اللي هم تحديدا ممكن يجيبوا مقابل مادي كبير. وباهر المحمدي أحد أهم هؤلاء النجوم اللي الأندية بتتنافس على ضمه بداية من الصيف اللي فات أو يمكن في يناير. والقصة حاليا أنه باهر المحمدي الإسماعيلي وافق، بل وقال للأهلي جزء قيمة اللعب، والأهلي كمان سلم مسؤولي الإسماعيلي جزءا من الصفقة، جزءا من قيمة الصفقة، في الوقت اللي باهر المحمدي حاليا بيقول إنه الأولوية ليه هو الاحتراف. هنا الموضوع تجاوز فكرة التوقعات، لاعب هينتقل من نادي لنادي، ودخل في منطقة شديدة الخطورة إعلاميا. فكرة إن النادي الأهلي دفع مقدم تعاقد مع باهر المحمدي لنادي الإسماعيلي. الكلام ده بيتقال قبل أيام من مباراة النادي الأهلي مع نادي الإسماعيلي. هو ده الربط في خطورة، إن أنا بخاطب جمهور الإسماعيلي قبل أيام من المباراة بقول لهم خلي بالكم النادي الأهلي مش بس خد باهر المحمدي ولا فيه مفاوضات، ده دفع جزء من قيمة انتقال الصفقة. ده عمل إعلامي يتجاوز فكرة السعي للمشاهدات أو الفرقعة. ده هنا مش إثارة تعصب، ده هنا شيء يتعلق بالمهنية وخطورة إن أنت بتحاور الجمهور أمام الشاشة فتبدأ تروج لمعلومات ليس لها أي أساس من الصحة، اللي استتبع ردود فعل حصلت يا أحمد من المسؤولين داخل الإسماعيلي. ده الحمد لله إن ردود الفعل دي حصلت، وهنا الكلام للأستاذ الزميل هاني حتحوت. طب لو ما كانش فيه مداخلة جت من طرف إدارة نادي الإسماعيلي كان هيبقى الموقف إيه؟ كان هيبقى الموقف زي ما بيتردد بالظبط في كل مرة، هو ليه النادي الأهلي مش بيلعب في الإسماعيلي؟ ما بيلعبش عشان الحاجات اللي زي دي، ما بيلعبش عشان التعصب اللي موجود، والحقيقة اللي الناس بتربطه بأسباب وهمية تماما ملهاش أساس من الصحة. تعالوا نشوف مداخلة الأستاذ رامي العملة مع الكابتن هاني حتحوت اللي خلاه يعتذر عن التصريح اللي طلع بخصوص دفع مقدم لباهر المحمدي. الأستاذ رامي العملة مدير المركز الإعلامي في النادي الإسماعيلي، قلت أنا خبر يوم الثلاث وكان ليكم توضيح بخصوصه، بخصوص باهر المحمدي واحتمالية انتقاله للأهلي إما في يناير أو في الصيف. هو في البداية طبعا أنا برحب بحضرتك وتقديري واحترامي لحضرتك والمحتوى المحترم اللي حضرتك بتقدمه. شكرا. لكن هو كان لينا، هو مش نافي على قد ما هو عتاب. تمام. عتاب محبة يعني. هو الخبر جنبه الصواب، يعني لا يمت الحقيقة بأي صلة. تمام. باهر المحمدي لاعب في النادي الإسماعيلي، مفيش أي نادي جوه مصر أو بره مصر بيتفاوض في الوقت الحالي مع باهر أو مع النادي الإسماعيلي على انتقال باهر. فطبعا كان الخبر بس خد صدى كده يعني جوه إسماعيلية، حضرتك طبعا حضرتك متشاف جدا طبعا في إسماعيلية. طيب وفي فلوس دخلت النادي من جانب النادي الأهلي هي بخصوص صفقة محمود متولي، باقي الصفقة مش كده؟ بالظبط. الصفقة تمام. كانت على أقساط والنادي الأهلي بيدفع الأقساط في ميعادها يعني. تمام ممتاز. هل من أي توضيح آخر تحب تقوله؟ متشكر جدا. أنا اللي بشكرك جدا على توضيح، وده دور مهم جدا، ولو الجزء الأخير من القصة جانبه الصواب فأنا بعتذر لكم أكيد. لا اعتذار طبعا مقبول. هو اعتذارك مقبول يا أستاذ هاني، ولكن أنا حابب أوضح نقطة مهمة جدا. من يعني تتوقع منين الكم اللي شاف خبر قوي جدا النادي الاهلي بيدفع مقدم تعاقد لباهر المحمدي، تتوقع ده مشاهداته هتكون اعلى ولا فكره انا بعتذر ان انا قلت معلومه خطا هتكون مشاهداتها اعلى؟ لا، هنا في مشكله كبيره جدا، لان الخبر ده
مثير جدا لفكره ازاي جماهير الاسماعيليه فيبدا في تحفز. احنا لسه ما وصلناش يناير والنادي الاهلي بيدفع في صفقه باهر المحمدي كمان فلوس واتفاقات، فيبدا الشحن الجماهيري. اعتذار حضرتك مقبول، لكن اضمنها منين ان العدد اللي شاف الفيديو الاولاني هو نفس العدد اللي شاف الفيديو الثاني؟ طب اضمنها منين ان لو ما كانش فيه مداخله من جانب رامي العمله ان هو يوضح ان المعلومه خاطئه كان الموضوع هيتم تناوله بشكل اكبر ولا لا؟ ويبدا الحساسيه وتبدا دايما فكره اثاره المشاكل، وترجع تسال بنفسك زي ما سالت، هو النادي الاهلي مش بيروح يلعب في الاسماعيليه ليه؟ هي. اعتقد وضحنا الامر ده اكثر من مره وقلنا ان النادي الاهلي ما عندوش اي ضرر، لكن الفكره كلها الامن بتاع النادي الاسماعيلي المفروض بيجيب موافقه الامن ان هو يلعب في الاسماعيليه. ازمه ملعب الاسماعيليه تحديدا ان هو واقع وسط مدينه الاسماعيليه، واقع وسط منطقه سكنيه، سواء بقى في جمهور او ما فيش جمهور. والحقيقه المفروض السؤال ده بقى خلاص يعني المفروض يتلاشى تماما، لان انت في النهايه لا الاهلي بيلعب بجمهور مع الاسماعيلي ولا الاسماعيلي بيلعب بجمهور مع الاهلي، والمدرجات صماء، فمش هتفرق بقى فكره الملعب فين قد ما فكره تعب وسفر بكتير جدا. وفكره الترويج لفكره النادي الاهلي، اصل الاستضافه في الحرب ومش الاستضافه في الحرب، الشغب ده موجود في الملاعب من بدري قوي، لان ده كان فيه تنافس، وبطولات الاسماعيلي اللي حققها كلها تحديدا كان المنافس ليه النادي الاهلي، فالتنافس ربما بيصنع بعض التعصب. بالظبط، وينسى البعض ان النادي الاهلي فاز بسداسيه في الاسماعيليه، ولكن لو تلاحظ في نهايه الفيديو الزميل هاني حتحوت بالظبط سداسيتين قال جمله غريبه جدا، بيقول لو طلع الكلام او النفي منطقي او حقيقي، هو المسؤول نفسه دخل قال له ده ما حصلش وما استلمناش حاجه. والاغرب كمان ان اكتشف بعدها هاني حتحوت ان الاموال التي دخلت خزينه نادي الاسماعيلي واحدهم اخبروا بيها كانت جزء متبقي من محمود متولي. نادي دفع لنادي اموال بصفه رسميه في ضم لاعب، شيء بيخالف كل المنطق وكل العقل، ولكن حتى مش قادر اقول انا بعتذر عن المشكله اللي كان ممكن يسببها الخبر في تناول اعلامي غريب جدا الحقيقه وغير مفهوم بالمره. ولكن تصريحات شفناها لكابتن باسم مرسي الاسبوع ده كانت مهمه جدا. قبل ما نرجع نقول باسم مرسي قال الاسبوع ده، نرجع